السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بالتغطية المستمرة عبر قناة الأيام الفضائية لمواكبة الأحداث الجارية في لبنان الشقيق. ما زالت الاعتداءات الصهيونية الإرهابية مستمرة على المحافظات والقرى والمدن اللبنانية، ومع كل هذا الهجمة البربرية الإرهابية الصهيونية هناك رد فعل مقاوم حقيقي من المقاومة الإسلامية في لبنان المتمثلة بحزب الله. الحقيقة كل الظروف اليوم الإنسانية وظروف أخرى اللي حقيقة تأثر بها المواطنين اللبنانيين، ولكن هناك شيء دائما نلتجئ إليه هو اليوم البقعة المضيئة أو النور المضيء، خاصة من الإمام السيستاني دام ظله من النجف الأشرف عندما أصدر فتوى اليوم تقديم المؤن الغذائية المعونات الطبية للشعب اللبناني. وما شاء الله العراقيين دائما معروفين بالفزعة الأصيلة، الفزعة العراقية، وحتى انتشر هاشتاك الفزعة العراقية إلى لبنان. وتعرفون اليوم هيئة الحشد الشعبي والدوائر والحكومة وأصحاب المواكب الحسينية اللي حقيقة انطلقوا إلى لبنان، واليوم وصلت الكثير من الطائرات والدعم اللوجستي والغذائي والطبي إلى لبنان الشقيق. أحبة المشاهدين راح نتحدث بكل الأحداث الجارية في لبنان، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، طبعا نرحب بضيوفنا الأكارم الدكتور عبد الله رشيد أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا. وأرحب بالأستاذة غنى الرباعي أستاذة العلوم السياسية من بيروت. أهلا وسهلا بك ست. تحية لكم، تحية لجميع متابعي قناة الأيام الفضائية ولضيفكم الكريم. فقط تصحيح صغير، أنا باحثة نعم. حقوقية ولست أستاذة في العلاقات الدولية. الباحثة الحقوقية، نعم نتشرف بك سيد غنى، ممكن خطأ مطبعي أكيد. ونرحب ولكن ننتظر أيضا انضمام الدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. أبدأ مع الدكتور عبد الله رشيد. الأزمة كبيرة جدا، أزمة خانقة، من يوم 7 أكتوبر تحمل لبنان وتحملت المقاومة الإسلامية في لبنان عبئاً، أو لي مو عبئاً، ما نسميه عبء، بالعكس هو شيء إيجابي، حملاً ثقيلاً بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن قضية غزة، بعدما اليوم العالم اتجه والأنظار تتجه إلى العالم الإسلامي والعالم العربي بتوفير مؤن أو مساعدات طارئة للبنان. نعم. كان العراق سباق من خلال بيان المكتب السيد السيستاني دام ظله من النجف الأشرف، كيف تصفون هذه الخطوة؟ الإجابة على هذا السؤال تتضمن نقطتين. نعم. النقطة الأولى هو أن الكرم هو كان وما زال وسوف يبقى عراقيا. نعم. على المستوى الشعبي المعنيين أو المسؤولين في الحكومة العراقية هم امتداد لهذا الشعب وامتداد لهذه الثقافة ولهذه القيم والمبادئ. العراق ومنذ عقود كان وما زال يداه ممدودتان إلى جميع الأشقاء في المنطقة، فكان العراق من أوائل الدول التي تبادر في تقديم يد المساعدة
للمحتاجين. نعم. يعني لأي دولة تعاني من أزمات من ما أو تعاني من أوضاع طارئة ما، نجد أن العراق هو سباق أو يسبق الجميع في تقديم يد العون لأشقائه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أما على مستوى مرجعية بيان مرجعية النجف، نعم، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن مرجعية النجف على اطلاع كامل بما يجري وبمتابعة دقيقة لما يجري. نعم. على عكس ما يروج له البعض على أن مرجعية النجف يروجون إلى شنو؟ يعني دائما تروج على أنه مرجعية النجف خارج الصراع، أو أن مرجعية النجف غير راضي على هذه الحروب، أو أن مرجعية النجف منعزلة عن العالم ومنكفئة على ذاتها. فهذه النقطة في الإجابة على هذا السؤال وعليه تتضمن أولا أن الكرم هو كرم عراقي، وثانيا أن المرجعية هي على اطلاع تام والجزء لا يتجزأ من هذه المعركة. نقطة أخرى، نعم، يعني تدل على أن هذه أن 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 اليوم المرجعية النجف جزء من هذه المعركة هو ما حدث بعد زيارة البابا إلى العراق. فكانت الزيارة ليس زيارة طبيعية وليس يعني زيارة بروتوكولية عادية، وإنما كانت زيارة هي استكمالا لما يسمى المشروع الإبراهيمي أو مشروع السلام الإبراهيمي بين قوسين. نعم. فكان رد مرجعية النجف واضحا على هذه الزيارة هو أن القضية الفلسطينية أولا وآخرا. لذلك كانت حتى يذكروها دائما اللاءات الثلاث، لا للتطبيع، لا أكيد 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 أكيد. وهذا وهذا ما عهدناه من مرجعي من جميع المراجع. نعم. من جميع المراجع الإسلامية. نعم. وخاصة مرجعية النجف على مدار عقود هذا الصراع بعد أكثر من 7 عقود كانت وما زالت مواقف المرجعية ثابتة ولا تتغير رغم الضغوط، رغم نعم. الإغراءات وغيرها، ولكن كانت وما زالت ثابتة على مواقفها. نعم. دعما للشعب الفلسطيني. أنتقل إلى الأستاذة غنى الرباعي. أستاذة غنى، نرحب بيك من جديد في قناة الأيام الفضائية. تحية لكم. نعم. سيد غنى، اليوم أنت أقرب إلى الواقع اللبناني، هل الآن يشعر المواطن اللبناني بحقيقة بخذلان الآخرين؟ اليوم نتكلم عن عالم عربي أو عالم إسلامي، نتكلم عن المملكة العربية السعودية اللي لديها أحزاب تمثلها ولديها نفوذ قوي في لبنان، نتكلم عن دول اليوم عضو في مجلس الأمن كفرنسا التي تنظر إلى لبنان بنظرة الإرث الفرنسي الاستعماري، حتى بزيارة تاريخية زار رئيس فرنسا لبنان، وكان حتى حديث هناك بعض اللبنانيين للأسف طالب بعودة الاستعمار اللبناني للخلاص من الأزمة الاقتصادية. هل المواطن اللبناني الآن يشعر بهذا الخذلان؟ حسناً، منذ دخلت المقاومة اللبنانية في مساندة غزة مباشرة في اليوم التالي بعد عملية طوفان أقصى، يعني منذ 8 أكتوبر عام 2023، وبعد أن شاهد العالم كله الخذلان الذي تعرضت له غزة من قبل الدول العربية أولاً، ثم من قبل الدول الغربية، وأكثر من خذلان بل المساندة للعدو الإسرائيلي، يعني كان دائماً متوقع عند الشعب اللبناني أنه قد تحصل حرب كبرى مع إسرائيل، ولم يتوقع الشعب اللبناني منذ البداية أن من خذل غزة سينصر لبنان أبداً. نفس الجهات التي نصرت غزة هي التي كان فقط يتوقع منها الشعب اللبناني أن تنصر لبنان، وهي تفعل، يعني العراق، اليمن، سوريا التي فتحت أبوابها للبنانيين للنزوح، إيران عبر دعم المواقف وما إلى ذلك. إذن اليوم وبالنسبة لفرنسا، أصلاً الشعب اللبناني لم يكن في يوم من الأيام متوافق بشكل إجماعي على المقاومة. منذ البداية لم يكن هناك إجماع شعبي كامل 100% على المقاومة منذ نعم. نشأتها. من يدعم المقاومة اليوم هي شعبيتها الكبيرة، هي يعني القاعدة الشعبية الكبيرة التي دعمتها في الانتخابات النيابية وتدعمها دائما، ولكن لم تعتمد المقاومة يوم من الأيام على إجماع كامل عند الشعب اللبناني. إذن هناك جزء من الشعب اللبناني كما قلت طالب الرئيس الفرنسي بإعادة استعمار وما إلى ذلك. هذا أمر لا يمثل الشعب اللبناني ككل، ولا حتى أكثرية الشعب اللبناني، ولا حتى يعني ثلث الشعب اللبناني. إذن
من توقع منهم الشعب اللبناني أن ينصروه نصروه؟ من توقع منهم أن يخذلوه كما خذلوا غزة؟ خذلوه، وهذا أمر ليس مهم أصلاً بالنسبة للشعب اللبناني، وهو مصر على مواقفه التي أعلنتها المقاومة اللبنانية، بغض النظر إذا كان هذا الشعب الذي يساند المقاومة يدعمها في السياسة أو في غير السياسة، ولكن المقاومة كمقاومة هي أمر ثابت بالنسبة للشعب اللبناني. مقاومة العدو الصهيوني في القضية الفلسطينية أمر ثابت بالنسبة لأغلبية الشعب اللبناني. اليوم الكثير من اللبنانيين يقولون الحمد لله أن على حدودنا سوريا وليس مصر مثلا، لأن مصر شاهدنا ماذا فعلت مع غزة. مصر، أقول النظام المصري طبعا ليس الشعب المصري، مصر السيسي شاهدنا ماذا فعلت مع غزة. سوريا الأسد نشاهد اليوم كيف فتحت أبوابها للشعب اللبناني بشكل مسهل جدا. نعم، من هذا المنطلق نعم. نقول المقاومة اللبنانية قالت لا تنتهي جبهة، لا تقف جبهة الإسناد لغزة في لبنان ما لم تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة، ولو ارتكبتم في لبنان مثل ما ارتكبتموه في غزة، وإن قمتم بارتكاب الوسيلتين التي يقومون بها اليوم الإسرائيليين، التي هي قتل القادة في حزب الله ومحاولة القتل أكثر عدد ممكن من المساندين للمقاومة اللبنانية، يعني من البيئة الشعبية بهدف قلب البيئة الشعبية على المقاومة، هاتين الوسيلتين إن ارتكبتموهما بهدف جعل المقاومة تستسلم وتوقف مساندتها لغزة، هذا الشعب وهذه المقاومة ترفض التوقف عن مساندة غزة، ولن تتوقف هذه المساندة، ولن تبرد جبهة الشمال شمال فلسطين إلا بعد توقف الحرب على غزة، أمر محتوم أعلنتها المقاومة ويعلنها معها الشعب اللبناني. نعم سيد غنى، أعود مع الدكتور عبد الله رشيد. كلسان حال المواطن كما تكلمت السيد غنى، تقول الحمد لله أنه على حدودنا سوريا الأسد وليس مصر السيسي. بعض الأخبار أو بعض نشر من بيجات حقيقة غريبة عجيبة، هناك ذباب إلكتروني يعمل حقيقة بجهد كبير جدا ومبين يعني حقيقة مدفوع الثمن، يعني يتحدث انه يرسل اخبار للمجتمع العربي. نعم. تعرف اليوم اغلبيه المجتمع العربي انه اغلبيه من المذهب السني، صح؟ هذا طبيعي جدا. صح. ينظر لهم انه لا 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 تتعاطفون مع حزب الله، حزب الله رافضي شيعي الى اخره. صح. ولكن لماذا ايضا لم يتعاطفوا مع غزه وسكان غزه من الناس السنه؟ ما اليوم هل هو غياب مبدأ؟ هل هو غياب عقيده؟ هل هو خيانه؟ هل هو تطبيع؟ كيف اليوم نصف اليوم حال خاصة الدول العربية التي تخاذلت عن غزة بالأمس وإلى الآن وتخاذلت اليوم عن لبنان؟ الإجابة على هذا السؤال تتضمن نقطتين. نعم. أساسيتين. النقطة الأولى أن الرهان على الأنظمة العربية هو رهان خاطئ. فاليوم جزء كبير من هذه الأنظمة هو جزء من الصراع إلى جانب إسرائيل. مثلاً. الكثير من الأنظمة العربية، الكثير من الأنظمة العربية وفي مقدمتها الأنظمة المطبعة. جيد. يعني اليوم يعني السعودية لا. في مقدمتها التطبيع لا يقتصر على التطبيع العلني. لا، السعودية محمد بن سلمان لديه هناك تصريح. هناك تطبيع ما تحت الطاولة. دكتور عبد الله. قبل عدة أيام محمد بن سلمان ولي عهد السعودية قال لا علاقة مع إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. هذا بالإعلام. لا، شنو الجو؟ ما خلف الكواليس. الاتفاقيات السعودية الإسرائيلية أو الخليجية بشكل عام والإسرائيلية، طريق ميناء حيفا الذي يجي يعني ينطلق من الهند إلى الموانئ الإماراتية إلى السعودية عن طريق البحر الأحمر ودخولا إلى ميناء حيفا، كيف يمكن لهذا المشروع أن ينجح أو أن يرى النور من دون وجود أي أي أي, أي اتفاقيات أو تواصل ما تحت الطاولة؟ فما يقال في الإعلام ليس كما في الكواليس أو ما وراء الإعلام. المهم نرجع على الإجابة على سؤال حضرتك. نعم. فاليوم الرهان على الأنظمة العربية هو رهان خاطئ كما قلنا. فجزء كبير من هذه الأنظمة هو إلى جانب إسرائيل في الصراع على غزة، أو في يعني يدعم إسرائيل في حربها على غزة واليوم على لبنان. فاليوم المنطقة منقسمة إلى ثلاثة أقسام. نعم. سياسياً. نعم. قسم كبير إلى جانب إسرائيل، وقسم متبقي وهو القسم الأقل إلى جانب
المقاومة. نعم. أما القسم الآخر وهو أيضا قليل جدا فهو قسم لا يعني قسم غير معني بكل ما يجري كأنظمة لو كشعوب. لا أحكي كأنظمة. نعم. وأيضا لها امتدادات كبيرة على يعني تأثيرات كبيرة على شعوب المنطقة. مثال. تركيا. يعني مثل ما يعني مثلا. نعم. اليوم اللي صار إنه إسرائيل استطاعت وأقدر أقول إنه نجحت في شيطنة العمل المقاوم. شيطنة العمل المقاوم اليوم يعني اليوم حماس أو الفلسطيني على من يقاتل وليس ك يعني حتى الإعلام العربي. نعم. مساهم في هذه البروباغندا الإعلامية يعني اليوم الفلسطيني من يقاتل ليس وليس وكأنه هو صاحب حق أو صاحب مشروع أو صاحب أرض مغتصبة لا وكأنما اليوم يقاتل خدمة للمصالح وأجندات إقليمية شوف شلون المعادلة تغيرت. نعم. هاي وحدة. اثنين اليوم اللبناني من يقاتل ليس دفاعا عن قضية محقة قضية فلسطين وليس دفاعا عن قضية وطن دفاع عن حدود وطن أو نعم أكيد. نعم أكيد. اليوم حزب الله لديه قراءة مستقبلية أو استشرافية يعلم جيدا أن الإسرائيلي يعني هذه القراءة منذ الثامن من أكتوبر بعد يوم من 7 بعد يوم من 7 أكتوبر. نعم. كان يعلم جيدا أن الإسرائيلي عاجلا أم آجلا سوف يفر أو يغير فوهة المدفع اتجاه لبنان لذلك كان ذلك استبق الأحداث وقام بعملية استباقية ضد كيان العدو وهو ما شاهدناه أنه من يعني مدار أكثر من 350 يوم والحزب منخرط في هذه الحرب ضد. نعم. الكيان الإسرائيلي لأنه يعلم جيدا وهذا ما حصل أيضا في عام 2006 في عام 2006 الكيان الإسرائيلي كان محضر ومجهز لعملية عسكرية ضد حزب الله ولكن الحزب استطاع أن يباغت أو يسابق الزمن من واستطاع أسر عدد من الجنود الإسرائيليين. نعم. على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضبط. ومن ثم أفشل المؤامرة الإسرائيلية. نعم. بس العفو بس يعني أنضيف نقطة مهمة بالفضل. يعني كما ذكرنا أنه شيطنة الصراع وهذا شيء خطير وشيء كبير أنه اليوم الأنظمة العربية أو حتى على مستوى الشعوب العربية لا تنظر للصراع هو أنه صراع محاور صراع أجندات سياسية ولكن تناسوا أنه هذا الصراع هو صراع مع كيان محتل كيان غاصب كيان لا يعرف إلا لغة السلاح. نعم. لا يعرف للدبلوماسية ولا يعرف السلام وهذا الكيان يعني لو لا سمح الله لو كتب يعني أنه لو استطاع أن تحقيق أي شيء من أشكال الانتصار سوف يلتهم منطقة الشرق الأوسط وسوف يتحول إلى غول يسيطر ويهيمن على هذه المنطقة. نعم. أعود مع الست غنى الرباعي. ست غنى أرحب بيك من جديد خلال تغطية قناة الأيام الفضائية. أنت قريبة من الحدث حسب اليوم المصادر الرسمية اللبنانية تقول أنه نصف مليون نازح لبناني بسبب هذه الأحداث. الأوضاع الإنسانية الآن في لبنان ككهرباء كمياه كغذاء خاصة في جنوب بيروت وخاصة في المناطق اليوم اللي حقيقة يركز عليها الكيان الصهيوني بغاراته. المناطق ذات الغالبية الداعمة للمقاومة اللبنانية تم يعني نزح منها معظم سكانها ليس 100% ولكن معظم السكان إلى المناطق الأخرى. هناك وأنا أريد أن أصف الأمر هناك تعاضد كبير جدا من قبل مختلف أطياف الشعب اللبناني يعني من يؤيد المقاومة في السياسة ومن يؤيد حربها وكذلك من لا يؤيد حتى مساندتها لغزة هناك تعاضد كبير وتكاتف كبير وتكافل اجتماعي كبير جدا 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 هذا لنضيء على الجانب المشرق من الأمر. يعني هذه الحرب يعني من كناحية إيجابية وحدت الشعب اللبناني أكثر فأكثر ما عدا القلة القليلة جدا 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 من الأصوات الشاذة. ما يحصل الآن هو ما يحصل في أي حرب متوقع جدا لم يرتقي بأي شكل من الأشكال إلى ما رأيناه في غزة. هناك تهجير ولكن يعني بعون الله تم يعني معظم الذين نزحوا تم تأمين السكن لهم فتحت المدارس أبوابها للنازحين ومعظم النازحين لديهم أقارب في
مناطق أخرى نزحوا إليهم، وحتى من ليسوا أقاربهم الغرباء فتحوا أبوابهم لمن يعني لا يمتون لهم بصلة عائلية وما إلى ذلك. هذا من الناحية المشرقة. بالنسبة للكهرباء والماء وما إلى ذلك، هذه الموارد كانت يعني منقطعة بشكل جزئي قبل هذه الحرب، وما زالت على نفس الحال، يعني لم يتغير شيء على الشعب اللبناني من هذه الناحية. ولكن نسمع أصوات الشعب اللبناني تحديدا الذين نزحوا، وتحديدا نعم عوائل الذين استشهدوا، ما زالوا مصرين على موقفهم ودعمهم للمقاومة. ويعني هناك حالة تفاؤل عام لناحية نهاية هذه الحرب. الشعب يعني يعبر، كثير من الناس يعبرون عن اعتقادهم بنهاية هذه الحرب بنصر. متى تنتهي لا نعرف، ولكن هي حرب بالنهاية، وما يحصل فيها هو المتوقع فعليا. نعم، أعود إليك بعد قليل ست غنى الرباعي الباحثة الحقوقية من بيروت. أرحب بالأستاذ الدكتور علي فاضل الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا، حياكم الله. ربي يخليك دكتور. دكتور أدخلك بموضوع مهم جدا. اليوم شهيد المحراب رضوان الله عليه يقول أنه طريق الحرية هو طريق المقاومة. البيان اللي صدر من سماحة الشيخ الدكتور همام حمود رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي جعل كل مكاتب المجلس الأعلى في بغداد والمحافظات العراقية مكانا لاستلام أو لمكان أو أماكن لوجستية لتقديم المساعدات للشعب اللبناني. اليوم المجلس الأعلى شنو يفكر؟ المجلس الأعلى ماذا وصل إلى اليوم بعد العدوان الصهيوني على لبنان والغارات المستمرة؟ كيف اليوم عمل لها المجلس الأعلى هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك دكتور. طبعا لم يعد هناك شك ولا أمر خافي على العالم كله وخصوصا الشعوب الحرة أن القضية الفلسطينية، قضية احتلال أرض وتشريد شعب، هي من العدالة بمكان، بحيث اليوم الشعوب العالم كلها متفاعلة مع هذه القضية، فضلا عن أنها قضية في صميم هوية الشعوب المسلمة في قضية المقاومة ضد المحتل وتحرير الأرض وحماية الكرامة. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذه الكرامة التي يريد الكيان الصهيوني ومن خلفه الهيمنة والدول الكبرى العالمية أن يلغون أي حق لهذه الشعوب، وكأنه أن كل شيء مباح سواء للقوى الغربية أو لمن يتحالف معها. نعم. لذلك اليوم حقيقة نجد أن قضية حماية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم حقوق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه في دفع هذه الهجمة الوحشية، هو حق إنساني، هو حق ديني ووطني وأخلاقي لكل من يشترك معهم في هذه القضية. تابعنا جميعا بيان المرجعية الدينية العليا، وهو بيان يعني في قمة التضامن مع قضية الشعب اللبناني في الدفاع عنه وحمايته من هذا الهجوم الصهيوني الغاشم. طبيعي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وكل القوى السياسية الوطنية والروح الشعبية عند العراقيين جميعا لاحظنا أن التفاعل مع هذا البيان، التفاعل مع التضامن الشعبي والرسمي الكامل مع الشعب اللبناني ومظلوميته ومن قبله في غزة والضفة الغربية أكيد. كذلك هذا كله يعبر عن هوية إسلامية حرة، يعني تنتمي إلى هذه المفاهيم والقيم التي تريد أن تعيد الحياة وضخ الروح إلى القيم والقواعد القرآنية. يعني لاحظ عندما يقول القرآن الكريم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وإن الله مع الصابرين. هذه فت قيم قرآنية، يعني بفعل الهيمنة الغربية والغطرسة الصهيونية يراد أن يكون لا الكلمة العليا لمن يمتلك السلاح على الأرض، ولكن أثبتت الصدور العارية سواء في غزة واليوم في جنوب لبنان الكل مصمم على أن يقول لا لهذه الهجمة الصهيونية والوحشية، والجمهور حزب الله منتصر وحزب الله منتصر، وهذا ما نشاهده اليوم. لذلك في الحقيقة أريد أن يعني أسلط الضوء على مسألة جدا مهمة. المعركة المسلحة على الأرض وقعت، بالضبط. ونشاهد ويتابع العالم والإعلام كذلك أن المقاومين يعني يحققون انتصارات، ولكن في مقابل هذه المعركة هناك معركة المعنويات ومساحتها الإعلام، لأن القوى الغربية وعلى رأس هذا اليوم الكيان الصهيوني الغاشم يعني يحاولون أن يغطون على أي انتصار أو إصابة للأهداف من قبل أبطال حزب الله.
وبث المعلومات الخاطئة والرسائل المزيفة، كلها في محاولة يعني تثبيط عزائم جمهور المقاومة. لكن هيهات، نحن شاهدنا كيف أن هذا الجمهور رغم أنه البيوت مهدمة، الناس يعني ذهبوا شهداء، إلا أن عبارتهم المشهورة المشهودة الخالدة ما رأيت إلا جميلة. في الحقيقة انتصاراتنا على الميدان ستتعزز إن شاء الله، ونحتاج إلى انتصارات في معركة المعنويات، في ساحة الإعلام، في رفع معنويات وشد أزر كل جمهور المقاومة، بل حتى غير جمهور المقاومة. بالضبط. هذه مسألة مهمة نتشارك معها كجمهور، كإعلام، كنخب في هذه القضية. أعود مع الدكتور عبد الله رشيد. دكتور عبد الله، عنوان حلقتي: العراق يمد جسور الإسناد إلى لبنان. خلينا نعرف شوي الجسور الإنسانية والخدمات الطبية والغذائية. أكو حدث من يوم أمس وقبل يوم، الطائرات المسيرة من المقاومة العراقية وصلت إلى أهدافها، القبة الحديدية فشلت باعتراض هذه الطائرات. اليوم الصور التي وصلت من أحدى القواعد الإسرائيلية الصهيونية في وادي عربة محترقة، يعني لها تأثير كبير جدا. أكيد. هل اليوم استخدمت المقاومة العراقية تقنيات حديثة أو الخلل في منظومة القبة الحديدية؟ لأن حقيقة من أنا غزة ومن أنا حزب الله أنه تشتتت قواها، كيف تفسر هذا الموضوع؟ بشكل عام هناك تكتيك معين يتبعه محور المقاومة في إدارة العملية العسكرية. نعم. اليوم محور المقاومة يستطيع أنه بهجمة واحدة أن يقضي أو أن يضرب ضربة إسرائيلية بمبدأ وحدة الجبهات. نعم. وحدة الساحات أو الجبهات. نعم. بضربة قوية يستطيع أن يعني أن يجبر إسرائيل على الصراخ، ولكن هناك تكتيك. نعم. وكأنما محور المقاومة لا يريد أن يذهب إلى الملعب الإسرائيلي. كيف اشرح لنا؟ التكتيك الذي يتبعه محور المقاومة هو مبدأ الاستنزاف. يعلم جيدا أن هذا العدو ومن خلفه لا يستطيع القضاء عليه بطعنة واحدة. يعلم جيدا أن طعنة بعد طعنة بعد طعنة سوف تؤدي إلى أضعاف واختلال هذا الكيان. محور المقاومة يراهن على الوقت؟ يراهن على الوقت. نعم. يعلم جيدا أن هذا الكيان لا يستطيع أن يتحمل، على الرغم من أنه ما حصل في غزة هو شيء استثنائي. نعم. على اعتبار أنه أطول الحروب التي خاضها هذا الكيان هي 33 يوم في حرب 73 أو 77 33 يوم حرب 2006 حرب لبنان الثانية، حرب تموز. نعم. تمام. نعم. ولكن ما حصل في غزة هو ضرب لكل العقيدة العسكرية الإسرائيلية، هو إدامة الحرب أكثر من 350 يوم. سنصل أكثر للعام. يوم. سنصل نعم. للعام. 350 يوم. نعم. لذلك يراهن محور المقاومة على هذا مبدأ استنزاف. يعني حتى على مستوى جبهة لبنان الحزب يستطيع أنه من 8 أكتوبر أن يضرب تل أبيب، ويستطيع اليوم أيضا ضرب تل أبيب. اليوم وصلت صواريخ إلى تل أبيب. صح، وصلت المقاومة العراقية مسيراتها تصل، أنصار الله في اليمن كذلك أسلحتهم تصل، ولكنها ليس ضربات موجعة لإسرائيل. كيف؟ ولكنها ضربات يعني أقدر أقول أنه بها تضمن رسائل سياسية. أستاذ عبد الله، اليوم حتى لو كانت ممكن الضربات مو ما تسبب هذا الانفجار الرهيب. نعم. نعم. ولكن اليوم الشمال الفلسطيني المحتل. نعم. منطقة خالية من السكان. إسرائيل الكيان الصهيوني ما يستحمل. نعم. تهجير المئات الآلاف. هذا على مستوى الجبهة. نعم. وبالقوة كبير. نعم. نعم. على مستوى الجبهة. نعم. أو الحرب المباشرة بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني، ولكن احنا نقصد على بقية الجبهات الساندة لهذه الجبهتين، هي جبهة لبنان وجبهة غزة. نعم. فإلى الآن وكأنما أن ساعة الصفر لن تحين للدخول بشكل مباشر وأكثر تأثيرا وأكثر قوة. نعم. وقد يكون يعني هناك فد رؤية ما أو فد تكتيك معين يستخدمه المحور بشكل عام في إدارة هذه المعركة. نعم. أعود مع الست غنى الرباعي، الأستاذة أو الباحثة الحقوقية من بيروت. اليوم نتكلم، وهذه ليس منه، وهذا واجب اليوم على العراق وواجب على الشعب العراقي. اليوم المواكب الحسينية، هيئة الحشد الشعبي، الجهات الحكومية الأخرى قدمت المساعدات بمد جسر حقيقة جوي إلى بيروت، إلى العاصمة بيروت حقيقة. هل وصلت المساعدات العراقية إلى الشعب اللبناني؟ أولا اسمح لي أن أشكر الشعب العراقي المعروف
بكرمه والمعروف بأسبقيته دائما في مساندة قضايا الأمة العربية والإسلامية بشكل عام بقدر استطاعته. هذه المساعدات يلتمسها الشعب اللبناني، أي مساعدة تقدم يلتمسها الشعب اللبناني وهو ممنون لها. ربما يجد الشعب العراقي أن هذا من واجبه، ومع ذلك يرى الشعب اللبناني الأمر يعني لا ينتسى أبدا. هذه المساعدة سوف يتذكرها الشعب اللبناني إلى أجيال قادمة وقادمة، تحديدا التقديمات الطبية، لأن الآن أكثر ما هناك عدد كبير من الجرحى في لبنان بعد ليس فقط بعد بدء العمليات العسكرية في منذ يوم الجمعة، ولكن حتى قبل ذلك مع ضربة البيجرز والواكي توكيز أصبح هناك عدد كبير من الجرحى، والعراق تقدم مساعدات من أجل ذلك. هذا الأمر يلتمس، تم احتواء جميع الجرحى بشكل عام سواء في لبنان ومن المساعدات العراقية وأيضا من المساعدات الإيرانية وما إلى ذلك. هناك أمر يجب أن ننقله للمشاهد ولأي متابع. اليوم المعنويات في لبنان، معنويات الشعب اللبناني، رغم كل ما قد تعرض له إلى حد الآن، يمكن اختصارها بالآية القرآنية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العلي العظيم. اليوم الشعب اللبناني كلما تعرض للتهديد أكثر وللقتل أكثر وما إلى ذلك، ازداد حماسه وازداد يقينا بأحقية خيار المقاومة الذي لا بديل له للدفاع عن أرضنا، عن سيادتنا، وكذلك عن القضية الفلسطينية تحديدا. أنا من هنا، من هذا المنطلق، أريد أن أقول كباحثة حقوقية، نعم، يعني باحثة قانونية أيضا، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لم يسعف الشعب الفلسطيني، لم في الحقيقة لم ينفع الشعب الفلسطيني بالضبط. لم ينفع الشعب اللبناني، ما نفع. يعني كنا نود لو أن كنا نود أن يتم أن تستطيع المؤسسات أن تحل هذه المسائل، أن تقوم بواجبها، ولكن حتى المفوض السامي للأمم المتحدة قال إن إسرائيل اخترقت هذين القانونين الدوليين ولم تأبه لذلك. إذن واقع الحال أن البيانات الدولية، نعم، القوانين الدولية، المحاكم الدولية، وإن حاولت مشكورة، لا تجدي في رد العدوان الإسرائيلي، لأن العدوان الإسرائيلي مدعوم من القوى النافذة التي تؤثر على القرارات الدولية بشكل كبير، تحديدا أمريكا. نعم. تحديدا هذه حرب أمريكا وإسرائيل على لبنان، كما أنها حرب أمريكا وإسرائيل على غزة. نعم. إذن الخيار اليوم للشعب اللبناني هو المقاومة، وهو متيقن من هذا الخيار، لأنه يلتمس أن ليس هناك ما ينفع قضيتنا وأرضنا وحقوقنا إلا المقاومة المسلحة. نعم سيد غنى، سنعود أكيد لحضرتك. أعود مع الدكتور علي فاضل الدفاعي. دكتور، قبل أيام مكتب السيد السيستاني دام ظله خرج بيان مهم جدا وفتوى حقيقة، والحمد لله والشكر، الفزعة العراقية كانت كبيرة جدا ومهمة تناسب حجم هذا البيان المهم. اليوم السيد الخامنئي لما أيضا نشر تغريدة على موقع أكس تكلم عن حتمية الانتصار لفلسطين ولبنان. هل هذا اليوم حتمية الانتصار وقراءة السيد الخامنئي هي قراءة مثلا إسلامية روحية أو ميدانية أو الاثنين معا؟ نعم. أما بالنسبة لبيان السيد المفدى السيد المرجع الأعلى، فهناك لعله مسألتين اثنين. الأولى، واضح يعني قوة التضامن مع الشعب اللبناني في هذا البيان، بحيث قال أنه يجب بذل كل الجهود من أجل وقف هذا العدوان والتخفيف عن الشعب اللبناني بكل ما يسمح بذلك. ولاحظنا الهبة العراقية كما تفضلت الأخت، وهي هبة معروفة ومشهودة للشعب العراقي. اثنين، الإشارة من أعلى مرتبة فقهية في منظومتنا الدينية والشيعية عندما يصف أبطال حزب الله بالمقاومين الأبطال، وهذه حقيقة كأنه يعني شهادة تزكية وقوة للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان لشرعيتها وما تقوم به من عمل في قضية الجهاد وتحرير الأرض المقدسة سواء في فلسطين أو الدفاع عن الشعب اللبناني.
كذلك في كلمة السيد القائد نصره الله السيد علي الخامنئي في هذا اليوم عندما ذكر حتمية الانتصار. بالضبط، هذه مسألة جدا مهمة على التغريدة. نعم. اللي كانت بسطر واحد. نعم. نعم. حتمية في هذا الانتصار، لماذا؟ هذه مسألة جدا بالضبط. مهمة. نعم. لأن هذه القضية، لأن هذا المسار يرتبط بقوانين وقواعد قرآنية. نعم. لذلك حقيقة أنا أؤكد هنا من خلال شاشتكم أنه قد يبدو المعركة من في ظاهرها هي معركة بين الكيان الصهيوني والأبطال في حزب الله ومن قبلهم الأبطال في حماس وهذه الأمة في محور المقاومة. في الحقيقة أن المعركة بالخصوص بين جبهة الإيمان وجبهة الكفر، هناك حالة عالمية. نعم. وليست وليدة اليوم، هي بالضد من كل هذه القواعد والقوانين الإلهية. يعني لاحظ عندما يقول الله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم، وقرأت وكم من فئة قليلة، هذه قواعد أريد للقوى المهيمنة أن لا يسير مسار الإنسانية وفق هذه الرؤية. لذلك في الحقيقة عندما ذكر السيد القائد كذلك أن في حديثة عن الثورة الإسلامية قال أن الثورة الإسلامية كانت مرفوضة من النظام العالمي. لماذا؟ لأنها انتهجت نهجا جديدا يرفض الخضوع والخنوع للهيمنة العالمية. كذلك محور المقاومة، كذلك قوى التحرر اليوم، هي قوة ترفض الخضوع والخنوع للقوى العالمية، للهيمنة العالمية. لذلك هي أولا قوة مرفوضة محاربة، سواء كانت حماس، سواء كان حزب الله، سواء كان أنصار الله في اليمن، سواء كان الحشد الشعبي، هذه قوة ترفض مبدأ الخضوع والخنوع لشيء اسمه هيمنة عالمية، كما بدأت الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. هذا المسار أولا هو مرفوض ومحارب لأنه يرفض الخنوع. نعم. وثانيا هو منصور لا شك لأنه ممتد إلى هذه القواعد والقاعدة القرآنية. لذلك حقيقة النصر حقيقي لأنه مرتبط بقواعد إلهية، ثانيا لأنه مرتبط بإيمان الأمة. اليوم هذه الأمة التي تنتمي إلى مبدأ التضحية والثقة بوعد الله تبارك وتعالى، هذه أمة لن تخذل ولن تنهزم. نعم، يعني يرتقي من عندنا شهداء، ونعتقد أن هؤلاء الشهداء هم يعني طاقة من الشحنة لكي نواصل الدرب والمسير إلى مزيد من الانتصارات. المبدأ الأساس أن ثباتنا على قضيتنا ووضوح الهدف بالنسبة لنا هو كأنه يقطع لنا نصف الطريق بل أكثر. لذلك هذه الأمة وهذه المقاومة وحزب الله منتصر لا شك يقينا بهذه المسألة، وجاءت كلمة السيد القائد في وقتها. نعم. لأنه مع كل انتصاراتنا على الأرض العدو بارع في قضية تزييف الحقائق وعدم إظهار الأرقام الصحيحة، فرفع المعنويات من السيد القائد في قضية أننا منتصرون وأن هذه الحركة وهذه المقاومة ستصل إلى هدفها جاءت في وقتها، لأن الكل بحاجة إلى هذه الحالة المعنوية القرآنية. نعم دكتور، أعود مع الدكتور عبد الله رشيد. بما أنه ذكرنا اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران، أنا أتحدث بهذا الموضوع اليوم، المشاهد اللي يستحق أنه نشرح له من خلال اليوم الأكاديميين وغيره من هذا الموضوع. تعرف اليوم الجانب الآخر أو المحور الآخر، محور الشار، محور التطبيع، يسيطر على الفيسبوك، يسيطر على موقع إكس، يسيطر على اليوتيوب، على التيك توك، التواصل الاجتماعي مسيطر به. وللأسف العقل الجمعي يسير على هذا الخطة. فرضا صار لها يومين 48 ساعة جملة ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أين إيران من حزب الله؟ ليش إيران ما تدافع عن حزب الله كأكاديمي؟ نعم. وبحيادية وبتجرد، شنو الدعم اللي قدمته إيران إلى حزب الله؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، الإجابة على سؤال آخر قدمت الدكتور. نعم. اللي هو حول حتمية الانتصار. نعم. حتمية الانتصار يعني الإجابة تكون يعني بعيدا عن الجانب الروحي والديني، من يعني جنب سياسية وعسكرية. منذ استيفاليا 1647. نعم. أي منذ تأسيس الدولة. نعم. القومية إلى يومنا هذا، الحروب التي تخاض ما بين الأنظمة أو الدول والقوة أو فصائل ما دون أو المجاميع المسلحة ما دون غير النظام، من غير النظام أو ما دون الدولة، هي حرب خاسرة للنظام، للدول، الدولة القومية أو الدول القومية. نعم. يعني هذا يعني إذا رجعنا للسجل التاريخي، جميع الحروب التي خاضتها الدول
النظامية مع الدول مع غير الدول مع مقاومة هي دول خاسرة. نعم. ليش؟ لأن الدول لديها ما تخسره. دول لديها ما تخسره. نعم. أما فصائل المقاومة ليس لديها ما تخسره. والنموذج اليمني أبسط دليل. النموذج اليمني. نعم. حتى نموذج حزب الله من نعم. منذ ثمانية العقد الماضي إلى وقتنا الحاضر. الانتصارات والنقاط التي سجلها في مرمى الكيان الصهيوني. نقطة أخرى أما مسألة الاستهداف وقتل القادة وغيرها على مستوى الفصائل العقائدية فهذا يعتبر مصدر فخر، مصدر اعتزاز، مصدر نصر. وما تأثر الرد. مصدر نصر. الصواريخ قاعدة تزيد. مصدر نصر. نعم. يعني على مستوى الفصائل العقائدية الغريب هو أن بعد 40 سنة أو 50 سنة أن القائد لم يستشهد أو لم يكرم بهذا مبدأ الشهادة. نعم. الغريب هو أن يبقى ما زال يموت أي موت بأي مرض. هذا الغريب وليس نعم. الغريب أن يستهدف. نعم. فهذه يعني فهذه الاستهداف أو هذه الضربات للكيان الصهيوني هي نعم. عنصر قوة وليس عنصر ضعف. دكتور أعود لأن إحنا الوقت ديداهن. نعم. أما الإجابة على التساؤل التي تخرج نعم. الآن من القطيع. نعم. الإجابة على التساؤل الآخر. اليوم الكيان نعرف إحنا جميعا إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الصراع. نعم. جزء من الصراع. صحيح. ولكن بأدوات صهيوني. صهيونية. نعم. تمام. فهذا شيء طبيعي، التحالفات تدار بهذه الطريقة. فاليوم إيران صح أنه غير منخرطة بشكل مباشر في هذه الحرب. نعم. لن نرى صواريخ من إيران اتجاه الكيان الصهيوني ما عدا الوعد الصادق. نعم. تمام. نعم. فشيء طبيعي. فاليوم المعركة ليس معركة إيران كدولة أحكي. نعم. كدولة ككيان كرقعة جغرافية. نعم. بغض النظر عن معركة التحالف أو محور المقاومة، فاليوم المعركة تدار من خلف يعني إيران تدير المعركة من خلف الكواليس، تمام؟ لمساعدة يعني اليوم مثلاً الفصائل الفلسطينية أو حزب الله من أين هذه الأسلحة التي يمتلكها؟ المنظومة هاي لعشرات السنوات من بنها المنظومة؟ نعم. أليس أن السنوار يخرج في الإعلام ويشكر جمهور القائد؟ نعم. القائد نعم. سليماني على ما بذله من جهود وما قدمه من خدمات بوسط غزة بوسط نعم. غزة هذا ليس هذا انخراطا مباشرا في الصراع. اليوم المراد هو إحراج إيران أولا وثانيا تصغير وتقليل من صورة إيران ودورها في المنطقة وتأثيرها في المنطقة، هذا المراد لا غير. ولكن الجميع يعلم يعني خاصة هو العدو نفسه يعلم أنه ماذا تقدم إيران وماذا تفعل إيران وماذا تقدم لفصائل المقاومة. والدليل على هذه القوة أنه لو كان باستطاعته ضرب إيران وتهديم مفاعلها النووية لمن من الصباح غير. الباكر نعم. سوف يستطيع أنه مهاجمة إيران وضرب إيران، ولكن يعلم الرد. ما تخبئه إيران من إمكانيات. أضف إلى ذلك إذا نعم. تسمح لي أضف إلى نعم. ذلك أن الجمهورية الإسلامية في الحقيقة هي لا تحتاج في غنى عن قضية الرد لهذا القطيع الذي وصفته. نعم. عندما ضربت القوات الأمريكية في قاعدة الأسد بصواريخ باليستية عالية الدقة أربكت حتى أمريكا وحلفائها من هذه الضربة، الوعد الصادق بهذه الصواريخ والمسيرات التي وصلت إلى فلسطين الكيان المحتل، إيران تعرف متى تضرب وفي أي ظروف تتحرك، بل أن الصبر الاستراتيجي التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية هو لعلهم من أقوى الأسلحة التي تمتلكها، حتى أقوى من المسيرات والصواريخ. أمريكا وإسرائيل وغيرهم يعلمون أن الجمهورية الإسلامية صادقة في وعدها وقادرة على ما تريد، ولكنها تلاعبهم بحسب التكتيك الذي يرونه مناسب. فالجمهورية الإسلامية عندما قال السيد القائد أننا سنرد على اغتيال الضيف الفلسطيني، هم يعلمون أن الضربة من ذلك الوقت هي قد بدأت وهم في حالة من الاستهلاك الذاتي والنفسي في داخلهم. جنابكم تكلمتوا عن شمال غير آهل للسكان. بالضبط. إحنا اليوم قطعنا مراحل في الانتصار وفي الرد، بل إن ردنا حتى يعني بدأت آثاره قبل أن تنطلق أي صواريخ أو مسيرات. كان الحديث عن أن القطاع السياحي تراجع، كان الحديث عن أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل متدهور. أكثر من 4000 شركة لا اليوم يعني اليوم لاحظ أن قضية النزوح والهجرة العكسية اليوم إسرائيل تنهار تماما. تحدثتم عن قضية
العامل الزمني الذي يعول عليه الرهن على عامل الوقت. جنرال صهيوني اسمه إسحاق برك، نعم. هذا معروف في الوسط الصهيوني ويسمى اليوم بنبي 7 أكتوبر. هذا تنبأ بسبعة أكتوبر ولم يسمع له وحدثت 7 أكتوبر. اليوم نبوءته ماذا تقول؟ أن إسرائيل لن تصمد في حرب استنزاف لسنة واحدة. لذلك حقيقة كل ما يفعله المجرم نتنياهو هو أن يخلص إسرائيل من قضية استنزاف لمدة سنة. إسرائيل ستنتهي إذا استمر الاستنزاف لهذه المدة. اليوم مع جل احترام لحضراتكم للمشاهدين، انه مثل حش السامع الكلب المسعور انه يريد يهجم بقوه على مدينه هذا الاستنزاف، يعني هذا بالضبط. طبعا حتى السيد القائد اليوم في كلمته اشار الى هذه النقطه، ان الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني هو دليل انهزامه في ساحه القتال والمواجهه. هذه واحد. اثنين، نتنياهو نفسه اذا ليس له خلاص الا ان يذهب من حرب الى حرب، لأن بمجرد إيقاف الحرب يعلم أنه لا مستقبل سياسي بل محاكمة ومصيره السجن في داخل إسرائيل نفسها. لاحظنا التظاهرات الموجودة في فلسطين المحتلة. لذلك في الحقيقة كل ما يفعله هذا المجرم نتنياهو من جرائم بشعة واستمرار وتمادي في العدوان من غزة ثم إلى الضفة الغربية ثم إلى جنوب لبنان، هو لا يريد لهذه الحركة العجلة الدموي أن تقف، لأن بوقوفها نهايته هو. وبحسب المحللين واستراتيجيين الصهاينة أن إسرائيل لن تصمد بهذه المعركة الاستنزافية، فيريد أن يذهب إلى نهاية الطريق من الآن باستمرار الجرائم وعدم إيقاف عجلة الموت. نعم، يعني العفو، جملة بسيطة حول دوافع هذه الحرب. نعم. غاية أخرى ومهمة ودافع أساسي للكيان الصهيوني بهذه الحرب، وهو وجد هذا الكيان من أجل خدمة أهداف شرطي منطقة كقاعدة غربية متقدمة في المنطقة. نعم. تمام. فمن خلال هذه الحروب يحاول أن يثبت فعاليته وجدواه في هذه المنطقة للغربين، أنه قادر بهذه الحروب وبهذه الوحشية أو بهذا التوحش على السيطرة على تفاعلات المنطقة وأن يصبح شرط المنطقة فيما بعد. ولكن بعد أكثر من 350 يوم إلى الآن لم يستطيع هذا الكيان الصهيوني تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة. يجب أن لا ننسى الأهداف غير المعلنة التي تخوض بها إسرائيل هذه الحرب لأجل تحقيق هذه الأهداف. نعم. أنتقل إلى الست غنى الرباعي. ست غنى راح بيك من جديد خلال التغطية، وعذرا يعني بدقيقة واحدة، اليوم تعرفين إحنا قلقين على أخوتنا اللبنانيين، خاصة النازحين من مناطق اليوم المستهدفة من قبل الغارات الصهيونية. وين اتجهوا؟ إلى منازل يعني أقاربهم في مدن أخرى، أو مدارس فتحت لهم، أو كيف يعني مبيتهم إلى آخره؟ من أرض الواقع أقول لك اتجهوا إلى حيث يستطيعون أن يذهبوا إلى منازل. يعني معروف الشعب اللبناني دائما العائلات لديها منازل في القرى ومنزل في بيروت بشكل عام أو في المدن. اتجهوا إلى المنازل الأخرى إما في المدن أو في المناطق المختلفة، إلى المناطق حيث غالبية السكان ممن هم ليسوا مباشرة من بيئة المقاومة، وطبعا تم احتضانهم بشكل كبير إلى الفنادق وما إلى ذلك. وكما قلت سابقا هذا أمر متوقع جدا، ومع ذلك مصر هذا الشعب على موقفه، وليست المرة الأولى التي ينزح فيها بهذه الطريقة. يعني هذا الشعب نفسه ما زال يتذكر حرب تموز لم تغب عن باله، واليوم إن شاء الله الأمل أكبر، النصر أكبر. من هذا المنطلق هذا الشعب لديه وعي سياسي أكثر بكثير، وهو يفهم ما يفهمه الشعب اللبناني اليوم، وما يجب على جميع المتابعين ما يحصل أن يفهمه تحديدا. لماذا إسرائيل، لماذا نعتقد أن إسرائيل ستخسر، وأن هذه التضحيات التي تبذل يعني تستحق أن تبذل. دخلت إسرائيل حربها على غزة المحاصرة بأهداف معينة خلال 11 شهر، لم تستطع أن تحقق أهدافها أمام غزة المحاصرة وأمام مقاومة غزة المحاصرة خلال 11 شهر.
لبنان ليس محاصر، المقاومة والشعب اللبناني ليسوا محاصرين، عديد وعتاد المقاومة اللبنانية نسبياً أكثر من عديد وعتاد المقاومة الفلسطينية. نعم. ما الذي يوهم إسرائيل بأنها تستطيع أن تحقق في لبنان أهدافها وهي لم تحقق أهدافها في إسرائيل؟ نعم سيد غنى، الشعب اللبناني واعي لهذا الأمر، ولكن أريد أن أقول أمر خطأ ارتكبته إسرائيل، خطأ فادح. يعني هي تملك التكنولوجيا ولكن لا تملك العقل المدبر الكافي. نعم سيد غنى، ولكن للأسف انتهى وقت البرنامج، وهي يعني كل التحية والشكر لك. تسمح لي هذه الفكرة لأنها مهمة. تفضل تفضل، لكم حق علينا. لماذا اعتقدت إسرائيل أنها تستطيع أصلاً الدخول على هذه لبنان بعد تجربتها في غزة؟ أرادت أن تدخل الحرب بضربة كبيرة وصادمة جداً للمقاومة اللبنانية، كانت ضربة البيجرز، تفجير أجهزة البيجرز، أرادت أن تقتل ما لا يقل عن 4000 شخص ومن ضمنهم القيادات الصف الأول للمقاومة. هذه فعلياً يعني خرق استخباراتي كبير ولا يمكن إنكاره، ولكن هدفه لم يتحقق، لم تقتل من أرادت. نعم إن شاء الله. وبذلك خسرت هذه الورقة الضاغطة، خسرتها هذه الورقة الكبيرة التي كانت في يدها، خسرتها وخسرت عنصر المباغتة التي أرادت من خلاله الضغط بقوة على هذه المقاومة. والآن نسمع الإعلام الإسرائيلي ماذا يقول عبر القناة 13 الإسرائيلية أو صحيفة جلوس الإمبوست وما إلى ذلك. يقولون هنا أختم، يعني يقولون نتنياهو يحاول التوصل إلى آلية لإنهاء الحرب مع لبنان الآن. نعم. أو وأيضا يقولون إسرائيل يعني إسرائيل تحاول أن تصل إلى أن توقف هذه الحرب، هي تقبل بأن توقف هذه الحرب إذا وصلت إلى تفاهم معين مع لبنان مع حزب الله يعني، ولكن المقاومة اللبنانية مصرة على موقفها، لا تتوقف هذه الجبهة ما لم تتوقف حرب إسرائيل على غزة، يعني لا توقف إلا إذا اعترفت إسرائيل بهزيمتها وأعلنت هزيمتها أمام المقاومة الفلسطينية، وإلا فهي ستستنزف حتى الآخر. اليوم إسرائيل بين الهزيمة والهزيمة. لن تتوقف المقاومة بوجود أشخاص مثل حضرتك وهاي أصواتهم بها الحرية والمقاومة والإسلام. شكرا جزيلا. طبعا كل التحية والشكر لك دكتور علي فاضل الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. 10 ثواني. عشر ثواني أردت أن أقول للأخت العزيزة ومن خلالها للشعب اللبناني العزيز، الشعب العراقي معكم دوما، والمجلس الأعلى مستعد وجاهز بل وراغب أن يكون معكم في جميع ساحة المواجهة، والنصر حليف حزب الله وجمهور حزب الله. زملاء احنا بالدراسة فما أعطيك أي ثانية أمون عليك. كل التحية والشكر للدكتور عبد الله رشيد أستاذ العلوم السياسية. إلى هنا تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم. رسالة لكل عربي يصف هذا الصراع من عملية الوعد الصادق بأنها مسرحية، مو ذنب الآخرين، نظامك عبارة عن كومبارس بهذه المسرحية، فاستمتع بالمسرحية وشاهد. إلى هنا تنتهي التغطية لهذا اليوم، نلتقيكم بتغطية أخرى غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.